أنا راح أقرأ الآن قصيدة، وكل ثقة بأن هذه القصيدة تجذب ملائكة الله تعالى، لأنها مدح لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فأنا أقرأه وأنتم تساعدوني إن شاء الله بالقراءة، لأجل شيء، مو بس لأنه جاي نقرأ. إحنا جماعة تجار بكل ما للكلمة من معنى، تجار نقوله على رأس السطح. إحنا تجار مع الله تعالى، نعطي بضاعة وناخذ ثمن. هو قال بسم الله الرحمن الرحيم: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فسمى علاقتنا به تجارة، تعطيني عملا صالحا أعطيك ثمنا، واللي هو الجنة. وأفضل الأعمال الصالحة حب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. صرخة تبقى على مر السنين، لا فتى إلا أمير المؤمنين. شهادة الليلة، خلي الليلة نكررها والله يكتب لنا إياها إن شاء الله إلى يوم القيامة. صرخة تبقى على مر السنين، لا فتى إلا أمير المؤمنين. صرخة في الأزل، لا فتى إلا علي. صرخة في الأزل، لا فتى إلا علي في جمال وبهاء. لا فتى إلا علي قوله وحي السماء. لا فتى إلا علي نفس خير الأنبياء. لا فتى إلا علي خاتم للأوصياء. ليس مثل المرتضى في العالمين. لا فتى إلا أمير صرخة في الأزل، لعلي رتبة فاقت جميع الكائنات. عن علي عمت الكون بحار المكرمات. في علي بعلي تقبل الأعمال تمحى السيئات. في علي قد تجلى طه في أبهى الصفات. عين علم لام لطف يا يقين. لا فتى إلا أمير المؤمنين. صرخة في الأزل، شيعة من عالم الذر رضينا بعلي، وبرانا ربنا من طينة المولى علي. شيعة من عالم الذر رضينا بعلي، وبرانا ربنا من طينة المولى علي. لا تلمنا قولنا في كل شيء يا، لا تلمنا قولنا في كل شيء يا، ما تلفظنا بلفظ كان أحلى من علي. ما تلفظنا بلفظ كان أحلى من علي. فعلي كعبة دنيا ودين. لا فتى صرخة في الأزل، روت الأصحاب نصا في صحاح الكتب إن حب المرتضى برهان طيب النسب. فجزى الرحمن بالإحسان أمي وأبي، غذياني حب سادات الورى آل النبي. ولساني لهيج في كل حين. لا فتى إلا أمير المؤمنين.
صرخة في الأزل نحن لبينا نداء المصطفى يوم الغدير عندما نادى جموع الناس في حر الهجير حيدر مني كنفسي ووصي والأمير حبه مفتاح عدن بغضه نار السعير هكذا أخبرنا الهادي الأمين لا فتى صرخة في الأزل نحن بالقرآن والآل اعتصمنا وكفى نحن بالقرآن والآل اعتصمنا وكفى خبر الثقلين فصل بين نكث ووفاء ضل باقي الناس لما آثروا نهج الجفاء ورموا طه بهجر جل عنه المصطفى نحن في القرآن أصحاب اليمين نحن في القرآن أصحاب اليمين إلى فتى إلا أمير المؤمنين صرخة في الأزل اسمعوا يا آل سفيان اللئام الجبناء لو هدمتم كل قبر من قبور الأوصياء وإن شاء الله بعيد عليهم اسمعوا يا آل سفيان اللئام الجبناء لو هدمتم كل قبر من قبور الأوصياء فلهم في كل قلب منزل يأبى الفناء اسألوا خفق فؤادي واسمعوا هذا النداء شيعة رغم أنوف الناصبين شيعة رغم أنوف الناصبين لا فتى صرخة في الأزل أيها الشيعي صبرا رغم كل النائبات حبنا للآل غال يستحق التضحيات أيها الشيعي صبرا رغم كل النائبات حبنا للآل غال يستحق التضحيات نفتديهم بالمنايا حبهم طعم الحياة همنا نبقى نلبي بعلي للممات حبه حب إله العالمين لا فتى صرخة في الأزل نحن لا نخشى بيوم الحشر من سوء العقاب عندنا حب علي كيف يدنون العذاب نحن لا نخشى بيوم الحشر من سوء العقاب عندنا حب علي كيف يدنون العذاب سوف نأتي بأمان وبيمنان الكتاب ادخلوا جنات عدن ومن الله الخطاب ادخلوها بسلام آمن ادخلوها بسلام آمن لا صرخة في الأزل أنا إن مت ادفنوني
خير الأوصياء وانثروا فوق شفاه تربة من كربلاء. أنا إن مت ادفنوني عند خير الأوصياء وانثروا فوق شفاهي تربة من كربلاء واقرأوا عند ضريحي بعض أبيات الرثاء أسمعوني نعي كسر الضلع من خير النساء وقرأوا عند ضريحي بعض أبيات الرثاء أسمعوني نعي كسر الضلع من خير النساء هذه رجوى جميع العاشقين هذه رجوى جميع العاشقين لا فات إلا أمير المؤمنين صرخة في الأزل لا فتى إلا علي صلوا على محمد وآل محمد.